نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 60 للجلاء الزراعي وسط دعوات إلى إقرار تشريعات جديدة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي. إقرار الإضراب العام في قطاع المحاماة يوم غد ويوم غضب وطني الخميس القادم، أبرز قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 50 جنديا خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة. وحركة حماس تعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الهدنة تراجعا عن نتائج مفاوضات القاهرة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للفلاحة الموافق للذكرى 60 للجلاء الزراعي وسط تحديات متنامية للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. فبين الصعوبات الراهنة والتغيرات المناخية والنقائص على مستوى التشريعات، يحتاج القطاع الفلاحي في تونس إلى قوانين جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في كل المنتوجات الفلاحية، وفق ما أكده رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان صالح الفرشيشي. أكدنا على الأمن الغذائي والمائي للتوانس من خلال مشاريع القوانين، سواء المبادرات التشريعية اللي جاتنا عند السيد النواب أو مشاريع القوانين اللي ننتظروا فيها من رئاسة الحكومة على غرار مجلة المياه، اللي تعتبر اللبنة الأولى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن المائي، بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى كما قانون لحماية المناطق السقوية وحماية الأراضي الفلاحية، ثم تجربة جديدة بذر الحبوب 100,000 هكتار في الجنوب كما بلدان آسيا بلدان الشرق العربي، يمكننا أيضا تحقيق ولو جزء من أمن الغذائي في الحبوب، بالإضافة لأنه حققنا الأمن الغذائي في الخضروات وفي الغلال. يبقى في مستوى الحبوب اللفت السكري الحليب هناك عدة صعوبات خلال السنوات الأخيرة خاصة في نقص القطيع، قادرين على أن نحقق أمن الغذائي في كل المنتوجات الفلاحية ومن ورد حتى منتوج من الخارج. من جهته شدد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني على ضرورة إقرار إصلاح شامل في المجال الزراعي عبر مراجعة الأراضي الدولية ومنظومات المياه والحبوب والتمويل. لابد من مراجعة كيفية استغلال الأراضي الدولية بأكثر نجاعة، ما يتطلبه الوضع الراهن من تقلبات جيوسياسية، تغيرات مناخية نحو زراعات وغراسات استراتيجية على غرار الحبوب والزراعات العلفية والخضروات من أجل تحقيق هذا الاكتفاء. المراجعات في المجال الزراعي تمر حتما عبر إصلاح منظومة المياه، منظومة الحبوب، منظومة التمويل اللي هي تقريبا تكاد تكون مفقودة في تونس، منظومة العقارية. وتعد مسالك التوزيع حلقة الوصل بين عملية الإنتاج والترويج، وهي من أكبر المعضلات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في تونس، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق أنور الحراثي. وأوضح الحراثي في تصريح للزميلة مريم الغربية أن هذه المسالك تسيطر عليها لوبيات وعصابات تتحكم في سلسلة الإنتاج وفي المستهلك. بالنسبة الأكبر معضلة مست قطاع الإنتاج الفلاحي في تونس هي اللوبيات هذه اللي متمثلة في مسالك التوزيع والعصابات اللي تقوت وتغولت وأصبحت تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للإنتاجنا والمستهلك التونسي. احنا ندينا في المنظمة دائما على أساس أنه تقويت وتشجيع الفلاح أنه يكون في علاقة مباشرة مع المستهلك، أنه الفلاح هو اللي يعرض مباشرة السلع متاعه المستهلك، هذاك نجموا نكسروا الحلقة هذه وتولي الأسعار في متناول المستهلك التونسي. وشدد عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنور الحراثي على ضرورة وضع قوانين موحدة في التعامل مع الفلاح لحمايته من أي تجاوز واعتماد البطاقة المهنية كمخاطب وحيد له. احنا نادينا دائما وأبدا
على أساس أنه نعطوا للفلاح القيمة ونعطوه الإمكانيات أنه ما يتسرقش في الطريق، ما يتبركاش في الطريق، ما تتعرضش سلعته للافتكاك في الطريق نتيجة عدم وجود قوانين موحدة في التعامل مع الفلاح. نادينا في المنظمة باعتماد البطاقة المهنية كمخاطب وحيد للفلاح، أنه الفلاح وقت يخرج من ضيعته يبدأ رأسه مرفوع، أي دورية تحترمه وتقدره ويتعدى للأسواق الجملة مباشرة. اللي قاعد صاير في تونس تو قاعد فلاحة تتفكلها سلعتها، وإحنا عنا يعني أمثلة حية وواضحة كيفاش انه فلاح تفكت له بقراته، كيفاش فلاح تفكت له سلعته بطاطا ولا طماطم وغيره وتعدت للفورير من اجل قراءات خاطئه للقوانين. واحنا في يومنا هذا في عيدنا هذا نادوا السيد الرئيس ومن خلاله اعلى سلطه في البلاد انها توضع حد للنزيف هذا. ورغم الصعوبات العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي خاصة في السنوات الأخيرة، يبقى زيت الزيتون من المنتوجات الفلاحية المهمة الرائدة، ما ساهم في جعل تونس من أهم الدول المصدرة لهذه المادة. وأكد رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد دالي في برنامج مواسم الخير على موجات الإذاعة الوطنية اليوم أنه تم خلال السنة الجارية تحقيق تحسن بنسبة 27% في توزيع زيت الزيتون التونسي المعلب الذي حقق جوائز عالمية، فاقت 200 جائزة خلال سنة 23 و2000 و15 جائزة في المسابقة العالمية للمجلس الدولي للزيتون سنة 24 و2000. كما أكد أن البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون سيتواصل خلال الأشهر القادمة، وأن هذه المادة ستكون متوفرة في جميع مسالك التوزيع بمختلف مناطق الجمهورية. زيت الزيتون التونسي يحظى بعلامة كبيرة في العالم، وهذا نشوفوه بعدد الجوائز. في 2023 خذينا أكثر من 211 جائزة، وأكثر الجائزة هي الجوائز نتاع ماريو سورينا في المسابقة العالمية للمجلس الدولي للزيتون. حصلت تونس على 15 جائزة من 33، وهذا يوري أنه المكانة الكبيرة لتونس في الميدان هذايا، وهذا اللي خلينا نعرفوا أكثر بالزيت الزيتون التونسي، خلينا نثمنوا أكثر زيت الزيتون التونسي بالبيوعات وبالتصدير للزيت المعلب. وإحنا السنة حققنا تحسن أكثر 27% في تصدير المعلب، وقمنا بالبرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لأول مرة في هذا في تونس. إلى حد الآن وقع إنتاج 6,200,000 قارورة، وقع بيع 5,300,000 قارورة، تقريبا 1,000,000 قارورة في الشهر، وهذا مازال متواصل. قولوا للتوانسة راهو الزيت هذا باش يكون موجود في مسالك التوزيع في كامل أنحاء الجمهورية. وبمناسبة العيد الوطني للفلاحة وأحياء الذكرى 60 للجلاء الزراعي، افتتحت اليوم بشارع الجمهورية بالعاصمة نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لتتواصل إلى غاية 18 من مايو الجاري. وخلال افتتاحه نقطة البيع أكد وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي أن الوزارة تشتغل على موضوع أضاحي العيد، وسيتم إعلام الرأي العام في الوقت المناسب دون تقديم تفاصيل أخرى. كما أكد وزير الفلاحة دور الدولة في الوقوف بجانب الفلاح التونسي ومساعدته على تجاوز الصعوبات التي تعترضه، مبينا أن الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الفلاحي والفلاحين ليست مناسبتية، مذكرا في هذا الإطار بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن من أجل توفير قروض لفائدة الفلاحين لدعم القطيع. وفي خبر آخر، أقر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد اليوم في اجتماع طارئ بمقر دار المحامي على خلفية حادثة اقتحام العمادة ليلة أمس تنفيذ إضراب عام في قطاع المحاماة يوم غد وتنفيذ يوم غضب وطني الخميس القادم. عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو: قد اتخذ مجلس أول توصيل بوحدة صف المحامين الداخلية، لأن هذه أهم شيء، التفافهم حول هياكلهم والدفاع على المحامات، احترام قرارات الهياكل والالتزام بها، وخاصة الإضراب
اليوم وطني يوم كامل يوم الغد الاثنين، مقاطعة الباحث البداية والفرق الأمنية كامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، يوم غضب وطني تتخلله وقفة احتجاجية أمام شباك قصر العدالة وأمام دار المحامي نالي صبغتها الرمزية، يوم الخميس قادم على الساعة 11، وكذلك العمل على تشبيك كل العمل المجتمع المدني مع بقية المنظمات وخاصة يعني المنظمات الوطنية الكبرى من أجل الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي منه وخاصة الحقوق والحريات في بلادنا. المتابعة كانت أمانتها زميلة مريم الغربية. وجاء اجتماع مجلس الهيئة غدا إقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس الدخول في إضراب عام جهوي بداية من يوم غد، وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من نفس اليوم. هذا وأدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم ما وصفه بالاعتداء غير المسبوق على المحاماة التونسية على خلفية حادثة اقتحام دار المحامي، مؤكدا تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية وهياكلها ومساندتها في جميع ما تتخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء. كما أدانت النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين حادثة اقتحام دار المحامي معتبرة ما حصل سابقة خطيرة في مس مباشر وواضح من استقلاليته الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقرتها وفق نص البيان، وعبرت عن إدانتها للاعتداء بالعنف على صحفي مصور داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وقررت نقابة الصحفيين الدعوة إلى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة وفق نص البيان. من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتون اليوم أن الاحتفاظ بالصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس هو من أجل جريمة تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة، وأوضح في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قررت الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بهما من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته. وأضاف المصدر القضائي أن الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع، وكان المحامي غازي مرابط أفاد في وقت سابق بأنه سيتم غدا عرض الموقفين على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس واحدة، وذلك بعد سماع مهما مساء أمس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 19 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية برية في جباليا شمال القطاع، بينما يواجه معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون بمدينة غزة وفي رفح جنوبا، أسفرت عن إصابة 50 من جنوده خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت كتائب القسام قصفها مدينة عسقلان بدفعة صاروخية واستهدفها عدد من الدبابات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جبلية. في الأثناء تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق عدة من شمال القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى على مفترق شارع النزهة بجباليا، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم، كما نسفت الغارات العنيفة مربعات سكنية بالكامل شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 63 مدنيا وإصابة 114 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، وجهت حركة حماس في بيان لها اليوم انتقادات بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي حول شروط اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة. في الأثناء تتواصل جهود الوسطاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. حتم كريسعان والتقرير التالي.
اعتبرت حركة حماس في بيان اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي رهن فيها وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع اعتبرته تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات. في سياق متصل قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد أن فرصة جسر الفجوات مع حركة حماس منخفضة، مشيرين إلى أن مفاوضات إعادة الأسرى لم تتوقف رغم الخلافات مع الحركة. ولا تزال المساعي المصرية القطرية الهادفة للوصول إلى اتفاق حول تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة جارية، وآخرها المحاولات التي تهدف إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بعد فشل الجولة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. في الأثناء تتواصل المظاهرات في العالم تنديدا بالحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة. ففي العاصمة اليابانية طوكيو قاد نشطاء يابانيون وعرب احتجاجات ضد الحرب على غزة ونظموا فعاليات ثقافية للتعريف بالقضية الفلسطينية. كما شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية شاركت فيها أطياف مختلفة من الناشطين المتضامنين مع فلسطين، طالبوا خلالها الحكومة الألمانية بحظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 60 للجلاء الزراعي وسط دعوات إلى إقرار تشريعات جديدة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائي. إقرار الإضراب العام في قطاع المحاماة يوم غد ويوم غضب وطني الخميس القادم أبرز قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 50 جنديا خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة. وحركة حماس تعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الهدنة تراجعا عن نتائج مفاوضات القاهرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المنشد. إلى اللقاء.